محمد ابو العينين عملها علشان يقدر اهالي الجيزه والدق والعجوزه ان يوصل صوتهم مشاكلهم طلباتهم للنائب محمد ابو العينين. ده من خلال مبادرته اللي اعلن عنها، هي تشكيل ثلاث فرق مختلفه علشان يبحثوا مشاكل الدايرة والبدء بحلها بشكل سريع. أيضا شفنا إنشاء ست مكاتب لخدمة المواطنين في الجيزة والدقي والعجوزة، ده غير إنشاء صالون النائب. صالون النائب ده هيكون لمناقشة مشاكل الدايرة، هيتم فيها تمثيل خمس أشخاص من كل منطقة عشان يبحثوا مشاكل المناطق والعمل على حلها. ايضا النائب محمد ابو العينين عشان يضمن استغلال كل الوسائل المتاحه للتواصل والتكنولوجيا الحديثه مع اهله وابناء دايرته في الجيزه والدقي والعجوزه، قرر انه يطلق موقع الكتروني لاستقبال طلبات مواطني الجيزه والدقي والعجوزه. وايضا اطلق تطبيق على الهواتف المحموله باسم، أنا بتكلم بقى على الهواتف المحمولة باسم جيزة دقي عجوزة، ده عشان يستقبل طلبات المواطنين على مدار 24 ساعة والعمل على تلبيتها. الحملة الرسمية للنائب محمد أبو العينين قالت إن الموقع والتطبيق متاحان لمستخدمي الهواتف بكافة أنظمة التشغيل، أي نظام أنت شغال عليه في تليفونك انت هتقدر ان انت يبقى عندك هذا التطبيق وتقدر تستعمله، وده هيسهل للمواطنين التسجيل بكل مرونه، تدوين شكواهم او مطالبهم، بالاضافه ان هيبقى فيه ميزه متابعه تلقي الطلبات ومراحل التعامل معاها وصولا لحلها. ايضا الحمله اكدت ان فريق متخصص هيقوم بمتابعه الطلبات والرد على المواطنين والتدخل العاجل في حال الاستغاثات الطارئه.